تشريف تشكيله النادي الاهلي خلاص قدام حضرتك، شايفها ازاي؟ شايف كان ممكن وليد سليمان ينزل من البدايه؟ قول لي. والله زي ما انت قلت، هي دي الامكانيه اللي موجوده دلوقتي في تدويره اللعيبه. بس انت عندك ميزه في التشكيل ده، عندك محمد هاني وعندك كريم نيدفيد، دول اثنين جواكر في الملعب، انت تقدر في اي شكل من الاشكال انهم يتحولوا، واحد للناحيه الثانيه اليمين اللي هو محمد هاني، وكريم نيدفيد يبقى داعم لنص الملعب، ويحصل تشكيله ثانيه زي ما انت قلت، يلعب ثلاثه مثلا، يلعب زي ما هو عايز، على حسب ان انت ما بتديش الفرصه بس للفرق اللي قدامك دي انها تكتسب ثقه معاك في الملعب. ما تكتسبش ثقه معاك في الملعب يعني بتحرز هدف او اثنين في اول 10 دقائق، يعني بتخلص الحكايه بدري بدري، يعني عندك الدفعه الهجوميه. عشان كده انت والكباتن كنتوا بتقولوا يا ريت ان وليد سليمان كان يبقى موجود في الفتره اللي احنا محتاجينها في الاول في الضغط في تخليص المباراه، عشان كده يبقى عنده اسبقيه ووجود احسن، وما يديش فكره للفريق اللي احنا بنلعبه ده ان احنا عندنا اي شوط، عندنا تقصير في اي مكان، او عندنا اكفات، او عندنا اصابات. هم ما يعرفوش برضو الدرايه عندك ان كلنا زي بعض، النادي الاهلي كلهم لكل اللعيبه وهيسمعوا عنهم كلهم. عندك الشباب النهارده في محمد شريف ونيدفيد ومحمد هاني وحمودي بيرجع تاني، و من فوز لفوز، من اهداف لاهداف، مروان محسن، خدت بالك الوجود والثقه باذن الله. السهل الممتنع اللي هو الباص الكتير اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ما فيش الطويل طبعا، ما فيش الحاجه دي، عشان هو ما يردوش عليك الكوره ويمسكوا نص الملعب او اي حاجه ويعملوا هجمه مرتده تعمل لك قلق، نبتدي الحكايه ان في مشكله عندنا، ونعمل ارتياحيه برضو للجهاز الفني باي اهداف سريعه انه يقدر يفكر صح. يعني شايف التشكيله مناسبه في العدد الموجود؟ اعتقد ان اي لاعب مع فرقه جيما سيتي دي، اللي هي اسمها جيما سيتي على فكره اصلا، يعني اثيوبيا، جيما ابا جيفارا، جيفارا، انما هم اصلا كان اسمهم جيفا سيتي. جيفا سيتي دول اللي هي مدينه جيفا دي، جايين النهارده حاله استكشافيه في اول 10 دقائق. يعني انت لو ما خلصت الحكايه وضغطت وبتلعب كرة العاديه عندك والباص والملعب نجلته مش عاليه وحاجات كتير انت كلاعب كوره عارفها، هتقدر تسمح لنفسك ان انت كجهاز فني تقدر تعدي الليله دي باللي انت تتمناه. هنتكلم عن جيما، هنتكلم عن سلبياتها وايجابياتها، لكن اروح